اسمي صالح علي، عمري 13 سنة، ألعب سباحة وألعب نادي قصية. البداية كان تحفيزية لي، كنت أحفز نفسي إني أكمل أستمر بالرياضة لين ما وصلت لمرحلة إنك متدش بطولات داخلية وخارجية. السباحة هي لعبة لازم تقطع فيها مسافة بوقت معين، ومثال إنك تقطع 200 متر على حسب السباحة مثلا حرة بدقيقتين وثلاثين ثانية. بالنسبة للألعاب الثانية ما لعبت هذا السباحة، اللي استفدت من السباحة لياقتي بدنية وصحتي. سباق لعبته ما أنسى 50 متر ظهر، كان ممتع لي وحققت إنجاز هو رقمي 37.4 ثواني. زي اليومي ومن الساعة 4 إلى الساعة 6 بالليل في نادي القطية. طريقة تدريبي أول ربع ساعة بالتمرين تشغيل والباقي تمرين. رياضتي ودراسي أنسق بينهم، تنظيم وقتي أن أرد من المدرسة ويكون عندي وقت فراغ أحل في واجباتي وأدرس، بعدها أروح نادي وأرجع بنادي وأكمل دراستي. تقدر تتفادى الإصابات بأنك تسخن عدل وتحس نفسك حامي قبل لا تنزل. نقاط الضعف اللي عندي هي المسافات الطويلة. أصعب تمرين بالنسبة لي بالسباحة 200 متر ظهر. بالنسبة لبطولات المعسكرات رحت معاهم بطولات داخلية وخارجية. معسكرات المعسكر هو وقت إضافي تتمرن فيه عشان نزيد من لياقتك، والتمرين الأساسي هو التمرين الطبيعي اللي يكون عندك يوم. دور مدربي كابتن محمد عبد الحفيظ كبير جدا بالنسبة إنه طور لياقتي وطور سرعتي بالسباحة. دور لي أمري والدي ووالدتي حفزوني على تكملة السباحة لمدة 7 سنين وإني أطور من نفسي. أشوف علاقتي مع ربعي بالنادي الحمد لله زينة. اللاعب اللي بيني وبين دائما تحدي بالرياضة هو بدر فلتشان. طموحي إني أكمل بعد 5 سنين من سباحتي وأكون بطل الكويت في إطار مثل الأعلى في هذه السباحة هو عبد العزيز بندر. إذا كان عندي بطولة سباق جهز نفسي له إني أسخن عدل وأعمل. بالنسبة للتدريبات الخاصة ما أنتظر تدريبات النادي. عشان أكون لاعب ناجح لازم ألتزم بنظام غذائي صحي وألتزم بمواعيد التمارين. النصيحة اللي أقدمها للشباب اللي ما يلعبون رياضة، رياضة زينة لصحتك ولياقتك. اسمي محمد سمح، عمري 13 سنة، لعبت كرة ماي بنادي قدسية مرحلة 13 سنة. بداية دخول النادي كان عمري 6 سنين، كنت بلعب رياضة السباحة مع كابتن عشماوي، فدخلت دشيت معهم بطولات عامة وداخلية وتنشيطية، والحمد لله حققت مراكز. لعبتي تقسم هي عبارة عن لعبة جماعية تقسم 4 أشواط، ويعتبر على مراكز، في مراكز وينجين وهاف وسنتر باك، وانا مركزي يعتبر وينج، والكابتن كابتن بتاعي كابتن احمد حسن يعتمد عليه على المركز سنتر باك. بصراحه يعتبر ان انا ما يحب كنت بلعب سباحه، بس انا دايما كنت احب رياضه كره المايه. استفاد اللعبه ان انا كنت احب اللعبه، وكان والدي واخوي الكبير كانوا يلعبوا هذه اللعبه.
المباراة اللي لعبتها المنسى كان مباراة القادسية ضد الكويت، وما كنتش انزل المباراة لان المباراة كانت صعبة وكانت تحدد كان مين المركز الاول والثاني، والمباراة التانية متعادل والحمد لله حققنا مركز ثاني. تمرين جدول بالاسبوع اروح من الاحد للخميس، مدة التمرين تكون ساعتين، ساعات تكون ساعتين ونص، واستفاد من تمرين التسخين والتمرين على الباص والشوط. أفضل بين دراستي ورياضتي ان انا ارجع من المدرسة اروح التمرين وارجع اخلص واجباتي ومذاكرتي عشان احافظ على اصابتي من رياضة كرة الماي، التزام بالنظام الغذائي والتزام بتسخين جيد قبل التمرين. نقطة ضعفي في رياضة كرة الماي ان انا اقوي شوطي اثناء التسديد. اصعب تمرين رجل الرجل الصدر. رحت مع نادي القادسية معسكرات داخلية، كان من تمرين الصبح وعصر. بالنسبة للبطولات ومعسكرات مع نادي القادسية، ده شيء بطولات داخلية ومعسكرات داخلية. وبالنسبة للبطولات الداخلية كانت بطولة الدوري العام الكويتي وحققنا وقتها مركز ثاني. المعسكر يعتبر هو وقت إضافي لتحسين التمركز في الملعب وتقوية الشوط والباص. دور مدرب معي كابتن احمد حسن، ان هو يعتمد عليا دايما في الماتشات ويقويني على مركز انا ما عمري اتدربت عليه. دور والدي ووالدتي في دايما يشجعوني ويحافظوني على استمر بالتمرين عشان اقوي نفسي في هذا الرياضه. علاقتي مع زملائي بالنادي تكون طيبه وكويسه. هو اللاعب اللي ما بينه تحديات وتنافسات في النادي هو اللاعب محمد ابراهيم. طموحي في هذا اللعب ان انا ان شاء الله اوصل منتخب مصر. لما طالع مباريات على التلفزيون اتعلم منهم ازاي الوقوف في الملعب والتحركات وترك السلام الباص والشوط. اذا كان عندي مباراه او بطوله استعد لها ان التزم بالتمرين والتسخين كويس واتمرن على الاشياء اللي دايما ضعيفه في وقت المباراه. بخصوص تدريبات خاصة برا النادي، أنا ما أتمرن تدريبات خاصة، وعشان أكون لاعب ناجح ألتزم بالتمرين وألتزم بالرياضة وألتزم بالأشياء اللي يقول عليها المدرب. أنصح الشباب اللي هم بعمري أن يمارسوا رياضة كرة الماء لأنها رياضة كانت مفيدة وحلوة ويفعل جسمه.